أسعد الله أوقاتكم مجددا وإلى نشرة الأخبار من قناة 29 أكتوبر، ونبدأها بالعناوين. التدريبات العسكرية الصينية تهدف إلى الحصار والهجوم على الأهداف البحرية والبرية والسيطرة على المجال الجوي في تايوان. زيلنسكي وحديث مع الصين للمساعدة في وقف الحرب، والسويد وفنلندا تقتربان خطوة من عضوية حلف الأطلسي. وزارة المخابرات الإيرانية تعتقل مجموعة خططت لتنفيذ تفجيرات في تجمعات دينية. أزمة الغاز في ألمانيا تضطر لخفض الاستهلاك والصناعة تعاني. وتقرير يتحدث عن ارتفاع جرائم العنف ضد النساء في ألمانيا التي تصنف من أضعف دول الاتحاد الأوروبي في محاربة العنف ضد المرأة. اندلاع حريق كبير يصعب السيطرة عليه في موقع التخلص من قنابل الحرب العالمية الثانية في غابة قرب برلين.